السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي قناة كورسات أونلاين، دايما معكم أحمد علي من القناة. لو لسه مرة بتشوف الفيديوهات عندي في القناة فأتمنى اشتراكه عندي في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. لو في أي حاجة تقدر تتواصل معايا من خلال الكومنتات بتاعتي على السوشيال ميديا اللي هتلاقيها جنب صورة الغلاف. طيب، وادخل على قائمة تشغيل وادخل على كورس شرح الوردة 2019 من صفر حتى الاحتراف وشوف كل الدروس اللي فاتتك. تمام، هتلاقي الحلقات مترتبة بفضل الله 1 2 3 4 5 6 وهكذا. تمام، وفي ما بينهم حاجات معينة اللي هي تحميل حزمة الأوفيس لو من الأفراد العاديين فهو بالكراك، أو للطلبة من خلال البريد الجامعي كنوع من أنواع الاستفادة يعني من البريد الجامعي. تمام، كده بقى ندخل في الدرس بتاعنا النهاردة، واللي هو زي ما انتم عارفين من عنوان الفيديو اللي هو كيفية إضافة صفحة تسبق الصفحة الحالية. كيفية إضافة صفحة تسبق الصفحة الحالية. طيب، نيجي نعمل نيو ونقول له نيو بيج مايكروسوفت وهكذا يعني، وليكن هنكتب هنا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، وهنحدد كده ونخلي الكتابة في النص مثلا، ونبدأ نعمل التنسيقات. التنسيقات دي طبعا شرحين كل التنسيقات دي في الفيديوهات اللي فاتت. تمام، طيب دلوقتي انا كتبت كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، بس عايز اعمل صفحة قبليها وليكن هكتب فيها حاجة اسمها المقدمة مثلا. تمام، فاول حاجة انت بتبدأ تحدد الكلام اللي انت فيه، تمام، الصفحة اللي انت فيها، وبتيجي على insert وبتقول له blank page، بتقول له ايه blank page، فتح لك صفحة هوت تسبق صفحة بسم الله الرحمن الرحيم. خد بالك لازم تحدد الصفحة اللي انت فيها. طيب، لو عايزين بقى نعمل صفحة بعد الصفحة بتاعت بسم الله الرحمن الرحيم، نيجي على هنا عادي على ديت ونضغط انتر، هيفتح لك الصفحة الصفحات بعديها، بس تضغط انتر لحد ما توصل لنهاية الصفحة اللي انت فيها، ومع اول نضغط انتر نزلنا لايه لمكان زي ما انتم شايفين المؤشر في الصفحة اللي احنا فيها. لو ضغطنا كمان انتر هيجي ايه فاتح لك صفحة. تمام، طيب، وبرضه حاجة كمان ممكن لو تعمل بيج بريك بعد بيضيف لك صفحة بعد. تمام، كده نكون خلصنا شرح الفيديو بتاعنا، حاجة بسيطة هنا وحاجة مختصرة. في نهاية الفيديو أتمنى اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.